السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أنا وهي والنجوم. أحب بعد وقف بسمة وهبة بسببه، ماجد المصري يخرج عن صمته وتصريح جديد بعد إساءته للبنات الأفارقة، بعد قرار إيقاف برنامج شيخ الحارة والإعلامية بسمة وهبة بسبب تلقي المجلس الأعلى للإعلام العديد من الشكاوى بسبب حركة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة. أوضح ماجد المصري أنه لم يقصد الإساءة أبدا، حيث أنه خلال الحلقة عندما كشف شيخ الحارة عن هذه القصة قال له إنها مسألة شخصية، ولكن شيخ الحارة قال له إذا لم تتحدث سوف يتحدث هو، لذلك تحدث عن القصة بشكل فكاهي وأن المسؤولية تعود إلى البرنامج لأنه أذاع هذه الفقرة والتي كان من الممكن أن تحذف في المونتاج. وأضاف ماجد المصري في تصريح خاص لأهل مصر: لم أقصد الإساءة للبنات الأفارقة على الإطلاق، لأنني رجل مصري وإفريقي ولا يمكن أن أسخر منهم. ولكن يبدو أن التعبير خانني، أنا فقط كنت أمزح على سبيل الفكاهة، لكن يبدو أن هناك من يتصيد الأخطاء غير المقصودة، وأقدم اعتذاري للذين انزعجوا من حديثي في برنامج شيخ الحارة مع بسمة وهبة. كما أشار ماجد المصري أنه أنتج فيلم وثائقي من إخراج نجلو أحمد بعنوان غير قانوني وكان ضد العنصرية. يشار إلى أن ماجد المصري قال خلال حلقته في برنامج شيخ الحارة في فقرة شيخ الحارة الذي سأله عن حكاية البنات الأفارقة، فقال له ماجد المصري إنه شيء شخصي، ولكن قال له شيخ الحارة هتقول ولا أقول أنا. لذلك قرر ماجد المصري أن يكشف عن هذه الواقعة التي حدثت مع صديقه المقرب عندما اتصل به وأخبره أن هناك ثلاث فتيات يرغبن في التعرف عليه، واتفق معه أن يلتقي به في الثانية صباحا في ميدان روكسي. وأضاف ماجد المصري أنه ذهب في الموعد المحدد وطلب منه صديقه أن يبقى في السيارة حتى قدوم الفتيات، ثم جاءت الفتيات وجلسنا في السيارة، لكن أخفينا في البداية وجههن. وعندما طلب ماجد المصري منهن الكشف على أشكالهن اتضح أنهن أفارقة، فقرر أن يطردهم من السيارة. هذا الخبر نقلا عن أهل مصر.